العناوين إلى التفاصيل والمزيد من الأخبار. وأول أخبارنا بنتكلم عن صندوق دعم السياحة. اجتمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع خالد العناني وزير السياحة والآثار للاطلاع على ما تقوم به الوزارة من جهود لتعزيز دور صندوق دعم السياحة والآثار. خلال الاجتماع تم التأكيد على قيام الصندوق بدعم وتطوير القطاع السياحي والترويج للمقاصد، لا سيما بعد أن تم تنويع وزيادة موارد الصندوق لتصبح 15 مورد بدلا من مورد واحد فقط. وفيما يخص متحف الحضارة، أشار العناني خلال الاجتماع إلى الإقبال الملحوظ من جانب المواطنين المصريين على زيارة المتحف، فضلا عن أنه أصبح أحد المقاصد المهمة للسائحين الأجانب أيضا. حملة ترويجية جديدة بتطلقها وزارة السياحة والآثار بداية من 30 من يونيو، وبتستهدف فيها تحديدا السوق العربي والسياحة الخليجية. الحملة بعنوان اليوم في مصر ما بيخلصش، وذلك نتكلم في البداية عن الحملة الترويجية اليوم في مصر ما بيخلصش. يمكن تابعنا جزء منها مع حضرتك على الشاشة. شايف الحملة الترويجية دي ازاي، وقد ايه بالفعل قادرة انها توصل للسوق العربي، واختيار سواء الفنانة دنيا سمير غانم او المدونين ايضا في اختيار موفق. الفنانه دنيا سمير غانم طبعا مقبوله بشكل كبير جدا. في نفس الوقت هي عندها روح وخفه دم تقدر توصل المعنى الجميل للحمل، بجانب طبعا ان لما يكون في مدونين على السوشيال ميديا موجودين معاها هيبداوا يتجولوا معاها في حملاتها كلها في جميع المدن السياحيه اللي موجوده في مصر، تمتلك كنوز تعبر عن قيمه مصر حضاريا وثقافيا، فده بالتالي هيبقى ليه مؤشر كبير جدا ان يخلي العالم العربي كله طبعا ان هو يشوفنا اكتر ما بيشوفنا. في نفس الوقت ان العالم العربي كان من او الدول العربيه بالاخص كانت من الدول الداعمه لمصر سياحيا بعد موضوع الطائره الروسيه وسقوطها، والصراحه كانوا بكثره كانوا بيدعموا السياحه في مصر، والحمد لله يعني في ازدياد اكتر فاكتر يعني. أكيد. طيب مجموعة أخرى من الأخبار، والحقيقة يعني خبر مفرح للسياحة في مصر وتصدرنا المقاصد السياحية العالمية تحديدا في نشاط الغوص. حصد المقصد السياحي المصري المركز الثاني في قائمة أفضل المقاصد لممارسة رياضة السنوركلينج والغوص والأنشطة البحرية بصفة عامة. أوضح موقع تريزم تورند البريطاني المتخصص في السياحة في تقرير له تحت عنوان مصر تحتل المرتبة الثانية كأفضل وجهة لممارسة رياضة السنوركلينج، أن المقصد السياحي المصري حصل على المرتبة الثانية. والتقرير بيسلط الضوء على أفضل المقاصد السياحية لمحبي الرياضات المائية والأنشطة البحرية والمغامرات التي تجذب السائحين. طيب استاذ احمد، يعني اهميه حصول مصر والغردقه تحديدا، يمكن هي بتتميز في هذا النشاط وهذه الانماط السياحيه، اهميه حصولنا على مركز متقدم وازاي نروج لده كمان سياحيا؟ خبر مفرح، خبر مفرح جدا، بالاخص ان مصر بصفه عامه، البحر الاحمر بصفه خاصه، تمتلك كنوز الهيه ربنا وهبها للشعب المصري، وهي الشعاب المرجانيه والاسماك الملونه اللي موجوده على ساحل البحر الاحمر كله، سواء في محافظه البحر الاحمر كغردقه او في جنوب سيناء. الشعاب المرجانيه والاسماك الملونه من الادوات الجاذبه اللي بتجذب السائح المهتم بالانشطه الرياضات المائيه زي السنوركلينج، وهو استكشاف الجمال البحر الاحمر عن طريق النظارات والزعانف، او رياضه الغوص، هو طبعا الغوص على اعماق على حسب امطار اللي هيختص الغواص، ودي انك تحتل مركز تاني وتالت ده قمه في النجاح، انك دخلت التنافسي، وان شاء الله السنوات القادمه نكون في المركز الاول زي ما كنا قبل كده. يعني شرم الشيخ بالاخص
كانت رقم واحد في العالم. صحيح. طيب هنرجع نتكلم عن شرم الشيخ تحديدا بالتفصيل في وقفتنا الحوارية، لكن بعد ما نستعرض كمان مجموعة أخرى من الأخبار. يواصل وزير السياحة والأثار دكتور خالد العناني زيارته للعاصمة الإيطالية روما لعقد سلسلة من اللقاءات المهنية مع عدد من منظمي الرحلات الإيطاليين واتحادات السياحة وشركات السياحة بإيطاليا. وخلال الزيارة ناقش الوزير مع رئيس اتحاد شركات السياحة الإيطالية سبل تعزيز التعاون المشترك مع البلدين في مجال السياحة ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا. أعلنت وزارة الطيران المدني أن مطاري طابة ومرسى مطروح الدوليين نجح في تجديد اعتماد شهادة السفر الصحي والآمن ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات من قبل المجلس الدولي للمطارات. وأوضحت الوزارة أن إجمالي المطارات الحاصلة على هذه الشهادة 11 مطار لتكون مصر أول دولة إفريقية تنجح للعام الثاني على التوالي في تجديد اعتماد شهادة المجلس الدولي للمطارات. طيب بنتكلم عن الحج هذا العام وموسم الحج، وقررت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تأجيل موعد رد رسوم جدية الحجز لغير الفائزين بقرعة الحج السياحي لمنتصف الأسبوع الجاري، وذلك لعدم إرسال وزارة السياحة والآثار لكشوف أسماء غير الفائزين بالقرعة إلى غرفة شركات السياحة حتى يتم إرسالها لأحد البنوك ليستطيع المواطنين صرف تلك المبالغ. وأكدت الغرفة أن المواطنين سيبدأون خلال الأسبوع الجاري في صرف مبالغ جدية الحجز اللي دفعوها عند التقدم للحج السياحي من أي فرع لبنك مصر بالقاهرة أو بالمحافظات، وذلك بموجب بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الخاص بالمواطنين الذين تقدموا للقرعة الإلكترونية للحج السياحي التي أقيمت مؤخرا. في الوقت نفسه بتواصل الشركة الوطنية للطيران نقل حوالي 20,000 حاج من حجاج القرعة والسياحة وغيرها من البعثات، وذلك على متن 101 رحلة جوية. أكدت وزارة السياحة على افتتاح أديرة وادي النطرون بعد تطويرها، مضيفة أنه سيتم افتتاح مشروع تطوير وترميم منطقة دير وكنيسة جبل الطير بالمنيا خلال الأسابيع القليلة القادمة، واللي بتعتبر أحد النقاط المهمة الواقعة على مسار العائلة المقدسة، وكذلك افتتاح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية. وافق أيضا المجلس الأعلى للآثار على استمرار تخفيض القيمة الإيجارية لمستأجري البازارات والكافيتريات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار بنسبة 50% عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2022. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار بمنع دخول الأطفال دون السن القانوني نهائيا لمنطقة الأهرامات بالجيزة. وقام المركز بالتواصل مع وزارة السياحة والأثار واللي نفت هذه الأنباء وأكدت أنه لا صحة لصدور قرار بمنع دخول الأطفال دون السن القانونية نهائيا لمنطقة الأهرامات بالجيزة، وأكدت أنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن، وأوضحت أنه يسمح بدخول الأطفال دون السن القانونية بكافة المناطق الأثرية شرط وجود رقابة عليهم، وذلك بهدف حمايتهم في المقام الأول. بمناسبة مرور عامين على افتتاحه، نظم قصر البارون بحي مصر الجديدة فعالية تحت عنوان الماضي والأساطير، تضمنت معرضين للصور الفوتوغرافية واللوحات الفنية بالإضافة إلى ورشة فنية للأطفال. وقالت دكتور بسمة سليم مدير قصر البارون أن الهدف من إقامة المعرضين هو تسليط الضوء على حالة القصر قبل وبعد الترميم، الأمر اللي بيساهم في إبراز جهود الدولة لإنقاذ هذا الأثر وتوجيه الأنظار نحو القصر في الوقت الراهن وجعله مقصد سياحي نظرا لأهميته التاريخية والمعمارية.
في محافظة البحر الأحمر نظم أحد المنتجعات فعاليات اليوم البدوي للسائحين على شواطئ مرسى علم بهدف إطلاع السائحين على الحياة الثقافية والبدوية لعمل جذب سياحي للمدينة الساحرة. وحرص السائحون على معايشة العادات والتقاليد البدوية ومشاركة البدو في عمل أكلاتهم والجلوس في خيامهم على الشواطئ المفتوحة اللي أعدت خصيصا للسائحين والتقاط أيضا الصور التذكارية أثناء تجربتهم مع الحياة البدوية وذلك في جو من البهجة والسرور على الجميع. اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا. موضوعنا الاساسي لحلقتنا النهارده من المجله السياحيه بنتكلم فيه عن مدينه شرم الشيخ، المدينه الرائعه اللي بتزداد جمالا وبتتزين وتتجمل اكثر لاستضافه الحدث الهام جدا في اخر هذا العام كاب 27 قمه المناخ ان شاء الله في نوفمبر القادم اللي هتستضيفها مصر في مدينه شرم الشيخ. استعدادا الحقيقه لهذا الحدث المدينه بيتم فيها يعني اجراءات وتجهيزات مكثفه يمكن ابرزها هو الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة وتحولها بشكل أكبر إلى ما يعرف بمدينة خضراء وأيضا يعني تحسين الخدمات المقدمة على سبيل المثال وأبرزها طبعا خدمة الإنترنت أنه يكون متاح ومتوفر بشكل كبير وقوي جدا طبعا في المنشآت الفندقية المختلفة. هنتكلم عن استعدادات مدينة شرم الشيخ بشكل عام لهذا الحدث الهام نهاية عام 2022 ومقومات مدينة شرم الشيخ والأنماط المنتجات السياحية المختلفة اللي بتقدمها وازاي كمان بتتطور عبر السنوات والأسواق السياحية الأكثر تفضيلا لشرم الشيخ كوجهة سياحية. كل ده وأكثر عن مدينة شرم الشيخ هنحاول نحن نطرحه في حوارنا مع ضيفنا اللي مازال مشرفنا فيه الاستوديو أستاذ أحمد الشيخ رئيس شعبة السياحة والفنادق بالغرفة التجارية بجنوب سيناء. برحب بحضرتك مرة تانية أستاذ أحمد. أحبيكي فندم. وعلى طول نتكلم عن استعدادات استضافة كاب 27، ازاي شرم الشيخ بتستعد لهذا الحدث؟ أنا أولاً عاوز أشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هو جعل مصر تحتضن حدث كبير جداً كوب 27، حدث مهم يتكلم عن تغير المناخ في العالم كله، يعتبر الحدث الأهم عالمياً بالنسبة لمصر بعد فترات سنوات كتيرة جداً ما حضرتش حدث عالمي في أكثر من 30,000 مشترك منهم رؤساء دول ومنهم ملوك ومنهم قادة عالم سياسيين ووزراء نخبة كلها تكون موجودة هنا، بالتالي كل العالم كله هيبقى هينزل لمصر وهيشوف مصر من جميع معالمها الحيوية. محافظة جنوب سيناء محافظة هامة جدا، موقعها الجغرافي التاريخي السياحي استراتيجي مهم جدا لانها مجاوره لاربع او خمس دول. المحافظه لما جالها القرار ان هي هتحتضن المناخ خاصه في مدينه شرم الشيخ كانت دعم ان احنا نقدر نستطيع زي ما قدرنا ننجح بمنتدى شباب العالم هنقدر ان شاء الله ننجح بمؤتمر تغير المناخ واحنا قاعدين دلوقتي في جنود تقاتل نهار وليل 24 ساعة شغالين بكل طاقتهم ان هم بيغيروا شرم الشيخ للأجمل والأحسن أكتر ما هي كانت جميلة وخاصة ان هي تواكب الحدث اللي موجود. يعني النهاردة ان شرم الشيخ تستخدم الطاقة النظيفة في كل حاجة، النهارده أكتر من 100 فندق يحصل على العلامة الخضراء إن هو بقى جرين هوتيل أو جرين ريزورت بيستخدم الطاقة الشمسية في كل حاجة داخل الفندق مع كمان استخدام الإنترنت بشكل أوسع ليتيح للعميل أو النزيل إن هو يستخدم الإنترنت بدون أي عقبات أو أي موانع. السيد المحافظ السيد اللواء خالد فودة والسيدة النائبة وجميع القيادات هناك بأمانة ما بيناموش، الشوارع كلها بتتغير للأحسن، أكتر من 300 أتوبيس بيشتغل بالطاقة الشمسية في وبالكهرباء،
في محطات في الوقت الحالي اتعملت وموجوده في شوارع شرم الشيخ كلها لشحن العربيات والاتوبيسات اللي هتنقل طبعا الركاب. من حوالي برضو سنه دخل الغاز الطبيعي كمان اكتر في جميع محطات الوقود بتاعه شرم الشيخ، فبالتالي شرم الشيخ مستعده ان هي تستضيف وتطلع وتنافس وتبقى على اجمل وجه ان هي تنافس الدول كلها. يا رب ان شاء الله. طيب نرجع مره ثانيه للمنشات الفندقيه وفكره تطبيق الممارسات الخضراء وانه هذه المنشات بتحصل على ما يفيد بذلك، يعني نوضح لمشاهدينا اكثر المقصود بالممارسات الخضراء. وزاره السياحه بتقوم بمجهود جبار الصراحه بالتعاون مع وزاره البيئه ومع السيد المحافظ ان هم يجعلوا من الفنادق كلها ان هي تكون نظيفه بالنسبه للطاقه، وده نوع من انواع التنميه المستدامه. ان انا النهارده ازاي اديك كورسات واديك دورات انك تعمل ترشيد استهلاكك للطاقه، صيان كهرباء، صيان غاز، صيان مياه، التربه، البحر، الشعاب المرجانيه. هي الفكره مش فكره ان انا بستخدم كهرباء وبس، التنمية في كل شيء. النهارده انا استخدامي للميه هيبقى معدله قد ايه؟ استخدامي للكهرباء هيبقى معدله قد ايه؟ استخدامي لادوات الشخصيه معدلها قد ايه؟ في البحر، الشعاب المرجانيه هحافظ عليها ازاي طبعا؟ بالظبط، كل ده كله بيفيد للاجيال القادمه. النهارده انا لو وده معنى التنميه المستدامه ان هم لما خلقوا هذا المصطلح علشان يحافظوا على ما يمثل الحياه بالنسبه للبشريه للاجيال القادمه. بدل ما انا اقعد اهلك في الطاقه واستنفذ جميع الموارد الحياه اللي موجوده صيان مياه او كهرباء او تربه او زراعه او اي شيء عشان خاطر انمو، لا، وقفوا قالوا احنا لازم نحافظ على جميع الموارد دي كلها عشان الحياه تستمر. صحيح، وده اللي بيحصل. طيب استاذ احمد، الحقيقه كمان يعني بمناسبه الاستعدادات للمؤتمر في تدريب وتاهيل للعاملين في قطاع السياحه في مدينه شرم الشيخ، يعني لتعرفهم بهذه المفاهيم بشكل اوضح. اهميه التدريب ده وازاي بيتم على ارض الواقع؟ النهارده احنا هنستضيف حدث، الحدث ده بيتكلم على طبيعه غير مناخ، ما ينفعش العامل اللي موجود ما يعرفش اهميه الحدث وان الضيوف اللي موجوده في المدينه او في المؤتمر لازم العمل يكون مؤهل في كل شيء، سيان طريقة كلامه، ثقافته، طريقة لبسه، طريقة علمه، طريقة خدمته للنزيل، لازم تكون على قدر كافي من الوعي ان انا ازاي اقدر اتعامل مع العميل اللي موجود. مش بس على قد المؤتمر، بالعكس احنا بعد اي الهدف من اي مؤتمر بيتعمل في مصر بعده. النهارده انا بتكلم ان انا وده حقيقي، انا فعلا بشكر السيد الرئيس ان هو ادى فرصه لينا احنا كناس بنشتغل في السياحه وموجودين وعايشين في جنوب سيناء ان احنا نحقق رغبتنا ان احنا نحافظ على البيئه. اقدر استخدم ازاي الطبيعه في جلب السائحين. فالنهارده انا بعد المؤتمر ده وبعد ما اجذب انظار العالم كله على الطبيعه اللي موجوده عندنا في جنوب سيناء وبالاخص شرم الشيخ، السائح اللي هيبقى جاي بعد كده جاي يقصد انا عاوز اشوف الطبيعه اللي موجوده عندكم. انتوا دلوقتي مدينه نظيفه تحتل العلامه الخضراء، فانا محتاج اجي اشوف الطبيعه اللي عندي. صحيح. طيب استاذ احمد، الحقيقه المؤتمر طبعا هيتم في شهر نوفمبر القادم ان شاء الله في نهايه العام، وده بيتم اختيار التوقيت بيتم وفقا للاجنده الدوليه. مزبوط. لكن قد ايه اختيار التوقيت ده بيخدم مدينه شرم الشيخ تحديدا والموسم السياحي فيها في التوقيت ده؟ هو طبعا حضرتك عارفه ان شرم الشيخ عباره عن مواسم، بنشتغل طول السنه بس عباره عن مواسميه فصول، فصل الربيع، الصيف، خريف، الشتاء. لكن جوها بيكون افضل في فصل الشتاء الحقيقة. ده مظبوط، لان احنا عندنا حدثين مهمين. هو مش بس مؤتمر المناخ، هو مؤتمر المناخ على طول بعده منتدى شباب العالم، على طول بعده الكريسماس وراس السنه. فاحنا بنتكلم في اربع احداث العالم كله هينظر لينا بالاخص، فده الوقت المنافس ان احنا نرجع تاني للصداره زي ما كنا رقم واحد في العالم، ان العالم كله يشوفنا مره تانيه ويشوف المقومات والكنوز اللي هي اللي موجوده عندنا.
مش النهارده انا بعمل مؤتمر وبعد كده خلاص، لا يعني المؤتمر ده بعمله عشان احضر بعد كده اجنده التسويق، وابدا اطلع في المعارض اللي بره مصر واقول والله احنا استطعنا ان احنا ننجح في مؤتمر ووصلنا الرساله للعالم ان احنا عندنا امان وعندنا طبيعه وعندنا استعداد ان احنا نستضيف اكتر من 50 مليون سائح، وده الهدف من الاجنده اللي احنا بنشتغل عليها كل فتره. طيب ازاي نوصل ده بالفعل، نعمل ترويج لكل اللي بيحصل في شرم الشيخ دلوقتي واستضافتها للحدث الكبير ده، نعمل ترويج لكل الجهود دي والصوره النهائيه؟ للاسف احنا ينقصنا حاجه مهمه قوي، منظومه التسويق السياحي لمصر. لحد النهارده احنا ما عندناش المنظومه دي خالص. احنا شغالين مع كل الحملات الترويجيه اللي بتحصل وبنتابعها حتى على موقع التواصل الاجتماعي، الترويجيه دي وقتيه. احنا عاوزين حاجه مستمره، احنا محتاجين هيئه تسويق سياحي زيها زي هيئه تنشيط سياحي. النهارده انا هعمل حمله مدتها فتره معينه وتنتهي، وارجع ادور على حمله ثانيه وتنتهي. طب التسويق اللي حضرتك تقصده هنا يا استاذ احمد يعني شكله ايه او اليات تنفيذه ايه؟ النهارده انا بسوق لمصر ازاي؟ دي رقم واحد. هل انا بسوق لمصر عن طريق معارض خارج مصر، معارض سياحيه، يبقى شكلها ازاي؟ وهل انا بسوق لمنتجات ولا بسوق لمقومات سياحيه؟ طب انا النهارده السائح بيشايفني انا ازاي؟ شايف مصر ازاي؟ وهل هو فعلا شايفها بنفس العين اللي انا شايف بيها مصر ولا لا؟ طب هل انا واصل له ولا لا؟ طب انا اعتمادي على شركات السياحه الاجنبيه خارج مصر، هل هي بتسوق مصر بالقدر الكافي وبالشكل المناسب ان احنا عاوزينه ولا لا؟ الامور دي كلها لازم نحطها قدام عينينا ونشوف في الاول وفي الاخر احنا دايما بنشوف نتاج تعبنا ونتيجه، شغالين ولا مش شغالين. فبالتالي احنا محتاجين نكثف الاول، يبقى عندنا هيئه مختصه للتسويق السياحي لمصر بجميع مقوماتها. ما يبقاش كل الموضوع انا بدخل قلعه مع نيل مع بحر مع جبل مع صحراء، لازم نفصل كل مقومات لوحدها. هو ده اكيد عمل ودور هيئه التنشيط السياحي، يمكن حضرتك تقصد يبقى فيه تركيز اكتر عليه. بتقوم بدور هايل جدا وجبار جدا، بس ينقصنا التسويق. زي ما قلت حضرتك احنا النتيجه عندنا النهارده، في دول بتنافسنا النهارده، السعوديه عملت هيئه ترفيه. طب عملت هيئه الترفيه دي عامله نفسها تسويق جبار. انت النهارده لما بتعملي الحملات التسويقيه بتعمليها لانهي سوق؟ لانهي مقصد؟ بتقصدي وبتسوقي لخارج مصر ولا داخل مصر ولا الدول العربيه؟ طيب خلينا على ارض الواقع، وحضرتك طبعا اكيد تقدر تنقل لنا الصوره دي من هناك. السائح بالفعل بيشوف شرم الشيخ ازاي؟ بما اننا احنا عايشين هناك يعني اوقات بنقابل سائحين بيتصدموا ان هم شايفين شرم الشيخ بالجمال ده وما كانوش يعرفوا ان هي بالجمال ده، ما كانش وصل لهم قبل ما يجي خالص. هو ما هو ده النقطه. انا بسوق نفسي ازاي؟ هل انا بسوق نفسي بنفسي ولا عن طريق اخرين؟ النهارده اللي بيحصل في المعارض بره ان انا بروح للشركه بقول للشركه تعالي انا عندي الفندق وهديك الفندق بقد كذا، ويبدا هو عنده الطيران الخاص بيه ويبدا هو يحجز للسائح تبعه. طيب السائح لما بيروح يحجز بيقول له عندنا شرم الشيخ عباره عن بحر وشعاب مرجانيه وهتقعد في المنتجع تاكل وتشرب وبعد ما تخلص تسافر. طب ايه اللي النهارده السائح لما بيجي ويفوجئ؟ طب هو حدد الاجازه بتاعته سياني الاسبوع او ال 10 ايام الاسبوع اللي عنده على قد اللي اتشرح له. انت هتروح النهارده هتاكل وتشرب جوه الاوتيل وهتقعد كل يوم قدام البحر، هتنزل الميه وتطلع وحمام سباحه وتاكل وتشرب وهتاخد تمشى في البلد. فبيجيب على قد البادجت اللي معاه من فلوس على قد انه ما هو يصرف. فيفوجئ لما يجي ان في عندنا اماكن كتيره جدا. النهارده الانماط السياحيه اللي موجوده في جنوب سيناء اكبر من انماط سياحيه لدول ثانيه. يعني ايه ابرز الانماط السياحيه دي يا استاذ؟ الانماط دي عباره عن سياحه بيئيه، سياحه صحيه، سياحه ثقافيه، سياحة تاريخية. النهارده لو بنتكلم على التسع مدن من اول راس سدر لحد طابة، راس سدر بتتميز ان هي منطقة جميلة جدا وينفع يتعامل فيها الرياضات المائية كلها بانواعها. الشط هناك ممتاز جدا. رقم اثنين عندنا ابو زنيمة، فيها منطقة سرابيت الخادم. سرابيت الخادم فيها جبل سرابيت الخادم،
جبل سيروبيت خادم فوقيه مبني معبد حتحور بتاع الاله حتحور. صحيح، كتير ما يعرفوش ان في الاثار المصريه القديمه والحضاره المصريه القديمه سيان مصريين موجود يعني ليها اثار بالزبط في بالزبط محافظه جنوب سيناء. لا وخلي بالك ان حتى كمان قيادات الاثار في جنوب سيناء كل فتره بيكتشفوا مناطق جديده اثريه واثار جديده، يعني احنا عندنا الحمد لله يوميا اكتشافات بتحصل. فالنهارده لما يكون عندي اثار موجوده في جنوب سيناء وبنتكلم مثلا زي جزيره فرعون اللي هي مبني عليها قلعه صلاح الدين، صحيح مكان رائع الحقيقه جدا، اهميتها تاريخيه وبيئيه، لان قلعه صلاح الدين دي احتضنت موقع حطين في نفس الوقت. انا وانا على القلعه انا شايف السعوديه وشايف الاردن ومصر وفلسطين. فبالتالي انا اهميتها التاريخيه اهميتها البيئيه. في هنا كمان حمام كليوباترا بتاع الملكه كليوباترا، كانت تروح هناك وتقعد كده معبور عن حمام سباحه من مياه البحر موجوده كانت بتتشمس فيه. فده عندنا هنا، عندنا النهارده مثلا بير سانت كاترين سياحه دينيه دينيه وتاريخيه. النهارده القيمه التاريخيه لسينا بلاك احتضن جميع المعارك. النهارده عندنا مسار سيدنا موسى، وسيدنا موسى عليه السلام لما خرج خرج وكان وراه فرعون وحصل ان هو شق البحر من عند العين السخنه وشق خليج السويس طلع لحد عيون موسى اللي هي فيها ابار اللي هي موسى اللي هي حوالي 10 عيون. بعد كده راح هو وقومه تاه 40 سنه في جبال التيه اللي هي في سيناء، جبال التيه الموجوده في منطقه ابو سنيمه بالاخص او في عيون موسى. وبعد كده هو راح محميه راس محمد، لما بنيجي نتكلم على محميه راس محمد اهميتها بيئيه اهميتها ثقافيه اهميتها تاريخيه ودينيه في نفس الوقت. كمان الحقيقه المقاومات الطبيعيه، يعني في كمان نباتات نادره في منطقه سانت كاترين وفي اجواء خاصه جدا لهذه المنطقه. جنوب سيناء محتاجه لوحدها كده اجنده تسويق. النهارده انا لو هتكلم على النباتات والاشجار والاعشاب النادره، يعني هحكي لحضرتك هقول لحضرتك على حاجه صغيره حصلت بالفعل معايا انا شخصيا. سائحه اوكرانيه تشتغل طبيبه في الاعشاب، دي كل فتره شرم الشيخ علشان تستمتع بالجو اللي موجود. فجت في مره قالت انا محتاجه اروح الصحراء عاوز اجيب حنظل. النبات الحقيقه طبي ليه خصائص طبيه انا قعدت وقفت واتجمدت قدامها لدرجه ان هي عارفه الحاجات اللي عندنا اكتر ما احنا عارفينها. الموضوع تحول كمان من حنظل الى شجر اسمه الصموه. الصموه ده شجر بيستخدم في علاج مرضى السكر، صحيح، لان في ماده الانسولين وفي اشجار تانية زي اللصف وفي اعشاب كتيره جدا وخاصة في مدينة سانت كاترين في ناس مختصة من البدو. يعني ده واصل كمان بره، في ناس عارفة بالظبط جنوب سيناء فيها ايه وقادرة انها توصل له، يعني مقامات سياحية مختلفة. انا هسألك سؤال في كل المجالات. طيب هنأجل السؤال بعد ما نروح لمداخلة هاتفية كمان بنتكلم فيها عن شرم الشيخ أكتر واستعداداتها لاستضافة كوب 27. معانا أستاذ رامي رزق الله عضو غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء. أستاذ رامي صباح الخير، أهلا حضرتك معانا. صباح الخير عليكم، صباح الخير على شعب مصر الجميل العظيم، وتحياتي للقناه نيل الاخبار. استاذ رامي، بنتكلم عن مدينه شرم الشيخ واحنا عارفين طبعا المدينه الرائعه الجميله، لكن زي ما كنا بنقول بتزداد جمالا وبتتزين اكثر لاستضافه قمه المناخ. لو حضرتك تنقل لنا على ارض الواقع الاستعدادات في شرم الشيخ شكلها ايه؟ استعدادها على اعلى مستوى على جميع المستويات الرئاسية والمحافظ، وكل جهود الدولة متركزة في مدينة شرم الشيخ لتكون في أبهى صور لاستقبال أكبر حدث عالمي بعد المؤتمر الاقتصادي العالمي. ده يعتبر ثاني أكبر حدث عالمي، بل أكبر حدث عالمي هيتم على أرض مدينة شرم الشيخ. الطرق، الجرين أرياز، السولار سيستم، يعني كل الفنادق بتستعد عشان
بتبقى جرين هوتيل، اوكي، كله بيتسابق ويتصارع ان هو ياخد اللايسنس بتاع جرين هوتيل. حضرتك عارفه ده مؤتمر المناخ وبيتكلم على الانفايرمنت وبيتكلم على البيئه. فطبعا كل الجهود منصبه لان تبقى من المؤتمر ده، نجاح المؤتمر ده، ده نجاح السياحه ونجاح مدينه شرم الشيخ ونجاح مصر ان جنرال. صحيح. طيب خلينا نتكلم اكتر عن المقومات اللي بتتمتع بيها مدينه شرم الشيخ. الحقيقه كنا بنتكلم مع ضيفنا في الاستوديو استاذ احمد الشيخ ان فيها مقومات متنوعه، ازاي نقدر كل ده يوصل في يعني ونستغل فرصه وجود المؤتمر وكل الاطراف اللي هتكون موجوده والوفود اللي هتكون مشاركه، نقدر نوصل لهم قد ايه شرم الشيخ رائعه وفيها يعني مقومات سياحيه ومقومات طبيعيه كمان تستحق فعلا الزياره مرات ومرات. اولا بوجه تحياتي للاستاذ احمد. شكرا لما بيه، تحياتي ليك يا فندم. وطبعا الاستاذ احمد اكيد هو شرح ايه هي مقومات وجمال شرم الشيخ، بس انا احب انوه نقطه لحضرتك. اهم عنصر لاختيار مدينه شرم الشيخ هو الامن. اوكي؟ الامن. اوكي؟ دي مسج للعالم كله. اوكي؟ ثانيا طبعا جمال شرم الشيخ من ناحيه البحر، من ناحيه الصحراء، من ناحيه المناظر الخلابه، من ناحيه انت بتتكلمي على مكان استراتيجي، انت عارفه دلوقتي بيتعمل طريق لسانت كاترين لان في فيزيت كثيره جدا من الرياسات طلبوا ان هم يزوروا دير سانت كاترين لمدى اهميه هذا الدير عالميا. اوكي؟ واللي بيحصل في مدينه سانت كاترين علشان تبقى مدينه سياحيه عالميه. لان السيجمنت بتاع زيارات دير سانت كاترين ده لو احنا نجحنا فيه، احنا حضرتك معدل السياحه هيزداد من 15 ل 20% اوتوماتيكلي على طول. فبيتقن الطريق من شرم الشيخ من مدينه الطور لسانت كاترين 60 كيلو في قلب الصحراء. يعني انت حضرتك وانت في شرم الشيخ ممكن تروح لسانت كاترين في خلال ساعه ونص ساعتين مكتب. دلوقتي قلت حوالي 3 ساعات. اوكي؟ بالنسبه للانشطه البحريه، طبعا حضرتك لما يبقى في مؤتمر عالمي زي كده القيادات الامنيه بتمنع الاكتيفيتيز بتاعت البحر كسكيورتي. اخر اجتماع مع الجهات الأمنية والجهات المنظمة للمؤتمر طلب إن فترة المؤتمر هتبقى فترة طويلة، فما نقدرش نقفل الأنشطة دي كلها. وكان معانا وزير السياحة، فطبعا لأن إحنا عايزين معظم الناس اللي جاية معاها السباوس بتاعتها، في ناس جاية فاميلي، في ناس جاية في المؤتمر وأفضل المؤتمر، فالناس هتقعد في إنجوي شرم الشيخ. فبالتالي في سمحوا إن في الفترة دي هيبقى في هنفتح البحر والزيارات كلها، وطبعا محميه راس محمد والمحميه الطبيعيه اللي موجوده في نبع. اكيد يعني اماكن كتير الحقيقه هتكون فرصه انه المشاركين يقدروا يستمتعوا بزيارتها في شرم الشيخ ومحافظه جنوب سيناء بالكامل. استاذ رامي رزق الله عضو غرفه المنشات الفندقيه بجنوب سيناء، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. وبنرجع مره ثانيه لحضرتك استاذ احمد، ومش عايزين كنا بنتكلم الحقيقه عن فكره السياحه البيئيه او المقومات الطبيعيه والنباتات النادره في جنوب سيناء بشكل عام، لكن كمان مش عايزين نغفل نقطه يمكن اشار ليها سريعا استاذ رامي، انه الوفود المشاركه هتكون فرصه ان هم يشوفوا اماكن مختلفه في شرم الشيخ. ازاي يتم تقديم برامج سياحيه يعني بتكفي وبتوفي معظم المقاصد السياحيه في محافظه جنوب سيناء اثناء فتره المؤتمر كوب 27؟ زي طبعا رامي بيتفضل وقال، وانا طبعا بشكره، هو احنا بنلقبه بسفير الضيافه في شرم الشيخ. طبعا شرم الشيخ مستعدة بشكل كامل إن هي الحمد لله عندنا مراكب، عندنا يخوت، أكيد طبعا بيبقى عندنا حاجات تنظيمية صغيرة كده طبعا بنحلها طبعا مع المسؤولين. العربيات اللي تنقل السائحين موجودة جدا. شرم الشيخ عبارة عن منتجع سياحي كبير. يمين راس محمد، محمية راس محمد دي واحدة في العالم، شمال محمية نبق ودي واحدة في العالم، راس محمد خليج العقب، محميتنا بخليج السويس، خلفيتنا الصحراء فيها اكبر مناطق سفاري تحفه موجوده في تعتبر في العالم. احنا موجودين في محميات طبيعيه كلها. جنوب سيناء عباره عن 5 محميات وكلهم واحد في العالم،
يعني ما في زيها. لو اتكلمنا على محمية راس محمد، أهميتها بيئية، تمتاز إن فيها كم أنواع من الأسماك الملونة النادرة، وده يعتبر آلاف، بجانب الشعاب المرجانية اللي أعمارها بتوصل لملايين السنين. نفس الموضوع محمية نبء اللي بتتميز بالطبيعة الهائلة، زيها زي نويبع بالظبط، بس فيها المركب الغرقانة، وفيها أشش النسور، الطيور المهاجرة، فيها منجم النحاس، وفيها بحيرات طبيعية موجودة، غير طبعا أشش الصيادين والمراكب الموجودة هناك. لو رحنا لمحمية أبو جالوم، واحدة في العالم طبعا، انضم ليها طبعا محمية البلو هول أو منطقة البلو هول. منطقة البلو هول دي حاجة يونيك كده، انت يعني ربنا مديكي كنز كده، بقول لك اتفضلي استخدمي كويس. صحيح، يعني يمكن كل الحاجات اللي حضرتك ذكرتها هي فعلا مميزة جدا وفريدة جدا، بتتمتع بيها محافظة جنوب سيناء بشكل عام. بنتمنى طبعا ان البرامج السياحية اللي تقدم للوفود المشاركة ان شاء الله تقدر تغطي كل هذه المقاصد الرائعة، ويكون كاب 27 في شرم الشيخ ان شاء الله نهاية هذا العام فرصة طيبة. منارة، هيبقى منارة للعالم كله، القاء الضوء بشكل تستحقه مدينة شرم الشيخ. استاذ احمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بالغرفة التجارية بجنوب سيناء، نشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا بكده انتهت حلقتنا النهاردة من المجلة السياحية، بنشكركم أيضا على المتابعة، والأسبوع القادم بيتجدد اللقاء وحلقة جديدة.